الصباح الجميل، نهني كل الفائزين في انطلاقات هذا اليوم وهذه المشاوير الصباحية الجميلة. نبدأ فعاليات البداية وشوطنا الذي يسير بالاندفاع والتحدي والمشاركة، هو الشوط العاشر والخاص بالجعدان المهجنات الأصايل في هذا السن، سن الثنايا مع مسافة 8 كيلومترات. انطلقت الأسماء مشاهدين الكرام، انطلقوا الملاك والمضمرين باحثين عن انتصار وباحثين عن تألق في هذا الختامي، في هذا الختامي وحصد النقاط خاصة مع الختاميات. مشاهدينا الكرام، نبدأ البداية ونبدأ فعالية الشوط ونسير إلى هذه البداية لنجد راهي على مقدمة الشوط يتقدم لمصبح بن سيف بن طوق العليلي. إذن هو الآن يبدأ أول شرارة التحدي في هذا الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نشاهد ونتابع من خلال شاهين لسعيد بن سيف بالكديدة من ينتقل ويحتل المركز الثالث والثاني، بينما المركز الثاني وصل الآن ذيبان علي بن سهيل بن قاشوط المزروعي يصل إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع وصل شعار القبيسي الآن يتدخل هنا إلى المركز الثاني. هذا هو الحوت، هذا هو الحوت الذي سيلتهم هذه الجعدان سيف الخيارين، وهنا وصل بالنابت المري، لكن الله يا بن مية يا بن مية، والله انه ياك الشهم ياك الشهم يا بن مية. هذا هو المسيطر حتى الان، يحق لك انك تبعد عن الطريق شوي، تبعد عن الطريق شوي. والنقطة الثانية، النقطة الثانية حتى الان لبن مرخان، لكن يا قلب الأسد قلب الأسد، محمد مظفر بن محمد العامري ياتي من حسن بالثيمة هنا مع شديد في المركز الثاني، والشهم مسيطر محمد بن سلطان بن مرخان، لكن شديد والركض فيه شدة، والشهم مسيطر الشهم وشديد شديد والشهم. اللحظة الأخيرة، يا سلام يا سلام، الله الله الله، قلب الأسد مشاهدينا الكرام في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة ينتزع شديد المركز الأول، المركز الأول أموت وحياب. تهانينا لمظفر بن محمد بن حسن بالثيمه العامري على فوز جديد بالمركز الأول. ثاني المراكز الشهم محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث لغانم بن منصور آل سيف الخيارين، المركز الرابع هنا يصل الواصل لصالح بن علي بن سعيد المري، والمركز الخامس بن دلهم علي بن دلهم بن ناصر الهاجري يصل مشاهدينا الكرام إلى المركز الخامس. كانت هذه النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، ولكن كان الصراع الشديد القوي في انطلاقات هذا الصباح، وبالفعل استطاع شديدا ينتزع اللحظات الأخيرة الفوز الأخير في هذا الصباح من خلال تواجد على المركز الأول بتقديم صورة تنافسية جميلة لشعار قلب الأسد الذي ظهر أخيرا في هذه في انطلاقات هذا الموسم. وهنا 13 دقيقة 12 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مظفر بن محمد بن حسن العامري على هذا الفوز. المركز الثاني كان الشام لمحمد بن سلطان بن مرخان قاطعا مسافة السباق في ثاني المراكز في توقيت زمني مقدار مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات 13 دقيقة 13 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان واصل جذاع لمغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين ب 13 دقيقة 14 ثانية، 5 أجزاء من الثانية كان توقيت زمني في انطلاقة